نستضيف في رحاب الوزارة اليوم ونحتفل بمريم أمجون البطلة العالمية المغربية في تحدي القراءة العربي. وهذه الاستضافة بفرح غامر وعامر. وأريد أن أهنئ مريم لهذا التفوق العالمي وهذا الامتياز وهذا الاستحقاق. وهذه مناسبة أن أشيد بالمجهودات لعائلتها الصغيرة وأسرتها التربوية، وأيضا أشيد بهذا التحدي الذي قامت به مريم لتجتاز هذه الصعوبات وتستطيع أن تحقق هذا التميز العالمي. إنه لشرف كبير لي أن أمثل بلدي المغرب، وأيضا فأنا الآن مسرورة وفرحة لأنني مثلت بلدي خير تمثيل، وأيضا فأنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى الشعب المغربي على مساندتهم لي ومساعدتهم لي ووثقهم بي، فلولاهم لما وصلت إلى هذا المقام، وشكرا لكم. يقول عنتر بن شداد: إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب، لئن يعيب سوادي فهو لي نسب، يوم النزال إذا ما فاتني النسب، ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند تصادم الخيل يا ابن الأطايب. قراءة للكتب ستجعلهم يحيون الماضي ويفهم الواقع ويستشرف المستقبل، ستجعلهم يتجاوزوا رتابة الواقع ويتحررون من المكان والزمان، ستجعلهم يتحررون من سلطة المألوف والعادة، وستجعلهم يرقون ويعرفون كل ما يدور من حولهم. نعيش واحد اللحظة متميزة، لحظة اللي غتبقى في تاريخ المنظومة التربوية المغربية. صادفنا مريم أمجون باش نحتفلوا بها ونهنيوها ونشيد بمقامات به بهذا التحدي اللي وصلت له، والحمد لله استطعت باش تخلق الحدث وترفع الراية المغربية على المستوى العالمي. مريم بغينا يكونوا منها واحد العدد ديال الفتيات وديال الأطفال اللي تهما يتميزوا في الدراسة ديالهم ويحاولوا ويستطعوا يحققوا ما حققته مريم. هذا التحدي هو مناسبة بالنسبة لنا باش نشيد بالمدرسة المغربية بما تحققه المدرسة المغربية لخلق فضاء لتنمية القدرات ديال الأطفال. هنيئا لنا بأساتذتنا، وهنيئا لها بهذه أسرتها الصغيرة اللي مكنتها باش توصل لهذا المستوى هذا. أود أن أشكر معالي الوزير على هذه الكلمات الطيبة، وثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى الشعب المغربي على مساندتهم لي ومساعدتهم لي وثقتهم بي، فلولاهم لما وصلت إلى هذا المقام، وأيضا فالشكر موصول إلى والدي الحبيبين وإلى مدرستي التي احتضنتني، مدرسة الدخلة بتيسا، وشكرا.